تحياتي مشاهدينا، مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر اطلاله جديده من امسيه مساء جديد. نسعد جدا ودوما بمتابعتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحياتي للجميع وتحياتي ايضا للزميل العزيز صديق جمال. طولنا جدا ما اشتغلنا مع بعض، انا سعيده بك والله في تيم الثلاث. والله انا مبسوط جدا اني اكون معاكم، ما شاء الله متجول الايام هذه يعني. شديد من كل اسبوع من كل يوم ناخذ لنا زهره يعني. دي احلى حاجه طبعا. تحياتي لك فاطمه، وتحيه كمان لكل السادة المشاهدين. نختفي لكن بنحاول نرجع من جديد بشكل وطابع مختلف كالعهد، دائما نتواصل معكم عبر الشاشه الزرقاء. بسم الله نبدا هذا المشوار الجديد، اهلا بكم. الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سنعالج عدد من المشكلات في قالب درامي مميز في أولى فقراتنا لهذه الأمسية. دائما لما نتكلم عن الأطفال بنتكلم عن المستقبل، يعني كثير من القضايا محتاجة أنه الناس تقف عندها، محتاجة أنه الناس تطرحها بشكل أوسع. حنتكلم اليوم عن صعوبات التعلم بالنسبة للأطفال. اليوم العالمي للمرشد السياحي بيكون أيضا هذا الموضوع حاضر معنا في ثالث فقراتنا لهذه الأمسية. كالعادة دائما هي مجموعة من المحطات والفقرات المختلفة. الفقرة الرابعة شعرية، حنتعرف عليها أكيد من خلال هذه الحلقة عبر المساء الجديد، أهلا بكم. كل هذه الفقرات تأتيكم تباعا من خلال هذا المشوار المسائي. نتمنى لكم طيب المتابعة والاستمتاع بكل ما يعرض من فقرات. نلتقيكم أنا والزميل صديق بعد الفاصل، انتظرونا. تاني راجعين مرة تاني راجعين مرة تاني. القديم اللي اتنسى، القديم اللي اتنسى، ما له عاد الشوق علينا، ما له عاد الشوق علينا، ما له عاد الشوق علينا، ما له عاد الشوق علينا. بعد ما روح مشى خليته عاد.
خطوة ما فكرنا مرة نمشي لنروح نعيده احنا ما فكرنا مرة نمشي لنروح نعيده إلا عاد الجسم دانا ما في ذل بيختار بإيده وإلا عاد الجسم دانا ما في ذل بيختار بإيده يوم رجعنا لقينا فينا يوم رجعنا لقينا فينا يوم رجعنا لقينا فينا يوم رجعنا لقينا فينا الفؤاد ما كان جيتي عايدة قدر الآهات حبابة قدريها وأمشي زايدة قدر الآهات حبابة قدريها وأمشي زايدة العمر من غيرك انتي العمر من غيرك انتي العمر من غيرك انتي العمر من غيرك انتي أصعد ما فيه فايدة تاني راجعين مرة تاني 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 راجعين مرة تاني للقديم اللي اتنسى للقديم اللي اتنسى ما له عاد الشوق علينا 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 بعد ما روح مشى نعود ونتواصل معكم بعد هذا الفاصل الإعلاني نرجو أن تبقوا معنا فضلا وليس أمرا خليكم معنا